كنشتغلوا في اطار المقرر التوجيهي اللي كنشتغلوا فيها في اطار واحد النقاش هادي ورصين وتفكير جماعي حول مجموعه من القضايا الاساسيه اللي كتطرح لينا بحده وكتوضعنا في موضوع مساءله. من ضمن هذه القضايا الاساسيه هي المساله النسائيه. بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بان الاتحاد الاشتراكي كان رائد في انه جعل من هذه القضيه قضيه مركزيه وجوهريه في مشروعه الديمقراطي والحداثي. طبعا ان الاتحاد الاشتراكي اخطا خطوات في اطار مساره النضالي وتحققت مجموعه ديال المكتسبات في محطات عديده، لعل اهمها كاينه حكومه التناوب بطبيعه الحال، كاينه مدونه الاسره اللي كانت اساسيه، قانون الجنسيه، في اطار كذلك دستور 2011 اللي لخص مجموعه ديال المطالب النسائيه اللي لعب فيها الاتحاد الاشتراكي دور اساسي. الورقه ديالي اللي غادي نركز عليها انا ليس فقط هو استعراض هذا الجانب التاريخي، الجانب النضالي اللي احنا طبعا انجزنا فيه الشيء الكثير، ولكن الورقه ستركز على اي افاق، ما هي الاستشرافات، واقع القضيه النسائيه، واقع المساله النسائيه بدا يعرف تراجعات في ظل الحكومه المنتهيه ولايتها، وكذلك الواقع الحزبي يسائلنا في على مستوى التنظيم النسائي، على مستوى دورنا، على مستوى أدائنا، على مستوى مهامنا، على مستوى أدوارنا، على مستوى فعلنا الأساسي، فعل المبادرة النسائية داخل الحزب. إذن كيسألنا كيف يمكن أن نتجاوز مجموعة من الإكراهات، مجموعة من العراقيل، من خلال استشراف آفاق أساسية، من خلال وضع آليات جديدة، سبل جديدة على مستوى التواصل، على مستوى العلاقة مع المجتمع، على مستوى العلاقة مع كل الشرائح المجتمعية، لاستنهاض واستعادة المبادرة النسائية الاتحادية حتى تلعب دورها الطلائعي في الديمقراطية.